تشريني ما تنتهي عند يوم واحد، يعني يوم واحد يوم 25، لا احتمال يوم 25 وبعد 25. نعم. احنا ما بدنا نحصرها بالايام. ليش ما ننتظر الحكومه تشكل؟ ننتظر الحكومه تشكل وتقدم الحكومه اسماء والاسماء نشاهدها ونشاهد الشخصيات ونشاهد البرنامج الحكومي، وبعدين نقدر نقيم عمل الحكومه منا شهر شهرين ثلاثه، وبعدين نطلع تظاهرات وتكون تظاهرات عارمه من كل العراقيين. من رحم من؟ توجد حكومه من رحم من؟ من رحم الاطار؟ من رحم حزب الدعوة اللي أسفك في دماء العراقيين؟ ضد كل الطبقة السياسية بأكملها، أنا ضد الطبقة السياسية بالكامل. أنا يجيني يقول لي أنا مو ضد شخص، أنا ضد الطبقة السياسية كاملة. دمرت البلد، استلمت البلد من 2003، جوا على ظهر الدبابات لغاية اليوم. شنو اللي قدموا للبلد؟ يعني باكر طالعين ضد تشكيل الحكومة، فهم الكلام؟ ضد الطبقة السياسية بالكامل. أنا ليش أظل أحصر المواضيع بأشخاص؟ نعم. ما أحصر الموضوع بأشخاص أبدا، أنا ضد الطبقة السياسية. تشرين من اول يوم نزلت ضد طبقة سياسية كاملة. هذا الموضوع ما تحصرها اليوم بفلان وراك اجندة ابدا. ليش ورايا اجندة؟ هذه التهمة جاهزة. هذه اول ما نزلنا تشرين قالوا انتم الاجندة مالتكم من السفارة الامريكية، هسه لزقوا بينا الصدريين. باكر منو يطلعون اياها؟ نعم. هذه يومية طلعوا لهم مسميات الرعب اللي موجود. يعني عندهم رعب بس هم اللي عايشين في رعب. هذا هم عندهم رعب طبعا، يعيشون في رعب. والدليل انه الشوارع مقطعة حاليا. الصبات نزلت وغلقوا بغداد بالكامل ونزلوها. هل نزلت الصبات؟ نتمشين يعني لو نزلوهم؟ لا طبعا نزلوهم. من الحكومة هي المسؤولة، يعني حكومة.